أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: سمعت من أحد العلماء الأفاضل حديثا نبويا شريفا معناه أن المؤمن قد يتحدث بكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، أرجو من فضيلتكم بيان هذا الحديث وتوضيح بعض الأمثلة لهذه الكلمات التي قد تؤدي إلى هذا المصير المؤلم، عاذنا الله وإياكم المسلمين منه. نعم، هذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، فتفسير الكلمة أنها إذا كانت من سخط الله كلمة الكفر والشرك وكلمة الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالمسلمين أو تنقص المسلمين، وكل كلمة فيها غضب لله عز وجل، كل كلمة منهي عنها فإنها من سخط الله عز وجل. وقد ينطق بها الإنسان متساهلا أو مازحا ولا يظن أنها تؤثر فيه وتبلغ ما بلغت، ولكنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان أن يحذر من لسانه. هذا الحديث يدل على خطر اللسان. قد قال معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فهذا يدل على خطر اللسان وعظيم ضرره، وأن الإنسان عليه أن يمسك لسانه إلا فيما هو من طاعة الله من الكلام العبادة أو ما هو مباح من الكلام الذي يحتاج إليه ولا إثم فيه. نعم.